يدل رقم المعاملات الذي حققته سلسلة الزيتون بجهة جلميم وأدنون والذي وصل خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى 312 مليون درهم على التطور المهم الذي عرفته هذه السلسلة بفضل عدة عوامل، منها على الخصوص الاهتمام الخاص الذي تحظى به من قبل مخطط المغرب الأخضر عبر عدة تدابير وتدخلات رامت تثمين السلسلة وتنميتها. من ناحية الإنتاج هذه السنة هو منخفض مقارنة مع السنة الماضية، والسبب تيعود لواحد الظاهرة اللي تكون عند جميع الأشجار المثمرة وخصوصا الزيتون، وهي المعاومة أو التناوب أو ما يسمى بالفرنسية الالتغنونس. وحنا كمستشارين فلاحيين تابعين للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تنصحوا وتنشدوا الفلاحة باش يقوموا بعد التقنيات الزراعية اللي تتخلي تحد من هذا القسم الحدة ديال هذا الالتغنونس. بالنسبة للإنتاج بالمقارنة مع السنين الفايتة، هذا العام العبرة حيت المعصرات هنا كيسميتو العبرة كانت كتعطي 3 يترو ديال الزيت، هذا العام كتعطي 2 يترو. وبالإضافة إلى كل هذا، يساهم الزيتون في حفظ التوازن الإيكولوجي إذ يلعب دورا مهما في محاربة التصحر وانجراف التربة، لذلك أضحت هذه السلسلة تأخذ حيزا أكثر أهمية في الاختيارات الفلاحية للجهة، وخاصة المخطط الجهوي الفلاحي المنبثق عن مخطط المغرب الأخضر.